وفي هذه الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 36 ووحدات مشاة ومدرعات نظامية تنضم إلى العملية البرية في لبنان. هذا ووسع جيش الاحتلال نطاق دعوته للسكان لإخلاء مناطق في جنوب لبنان، مبديا اعتزامه بمهاجمة 24 بلدة في جنوب لبنان. يأتي هذا بينما شنت قوات الاحتلال سلسلة غارات طالت الضاحية الجنوبية لبيروت، ما تسبب في دمار هائل في المباني والطرقات، كما شن طيران الاحتلال غارات استهدفت بلدة الحوش والرمادية جنوب لبنان.